باشمهندس هنا معمل العينات او معمل التكرير، معمل استقبال العينات. ده المعمل المهتم او المعتني بان هو بياخد العينات من كل العربيات اللي جايه من البنجر، يبدا يقيم جوده السكر والسكر وكميته ونسب الشوائب. المواصفه ايه؟ المواصفه المطلوبه ايه؟ ده لسببين. السبب الاولاني وهو ده الرئيسي، ان احنا بندي المزارع حقوقه بناء على نسبه السكر ونسبه الشوائب المعتمده والمصرحه من وزاره الزراعه. الجزء الثاني ان انا بدي انديكيشن او انطباع، بدي مجموعه بيانات ومجموعه ارقام للمعمل. بتقول له ايه؟ بقول له ان انت عندك نسبه سكر ايه ونسبه شوائب ايه، صوديوم او محتوى الصوديوم جوه العينه كام، محتوى البوتاسيوم قد ايه، محتوى الالفا نيتروجين قد ايه، جوده البنجر اللي قابله للاستخلاص منها قد ايه. حلوه قوي. دي البيانات اللي احنا بنديها للمصنع. ده مؤشرات مهمه قوي جوه جدا. هي دي اللي بناء عليها بيبقى عارف مدير الانتاج هيريكفر او هيقدر يسترجع قد ايه من كميه السكر اللي دخلها له من البنجر. من خبرتك بقى، من خبرتك بالبنجر، البنجر المصري المواصفه دي تنطبق عليه بقد ايه؟ لا بنسبه عاليه جدا. احنا البنجر طبعا خلال اخر 10 سنين اتطور تطور شديد جدا. تطور ازاي يعني؟ في معدات جديده دخلت. احنا طبعا الزراعه التقليديه هي كانت الزراعه السايده في مصر، اللي هي الزراعه ان المزارع يحط البذره وياخد البنجر بتاعه. دلوقتي لا، طبعا في معدات حديثه وميكنه هي اللي بتقوم بعمليات التسويه، وبالتالي دي تديني شكل وحجم بنجر متساوي ونسب سكر فيه عاليه جدا، بناء على ان هو بيوصل له نسب الميه بتاعته المظبوطه ونسب الاملاح. يعني انا ما يهمنيش حجم البنجر، انا يهمني نسب السكر اللي فيه بالظبط. ده السكر، لان هو في الاخر لو هو كيلو هيطلع قد ايه سكر، هو 5 كيلو هيطلع قد ايه سكر. كويس. الكيلو يطلع قد ايه سكر؟ كيلو البنجر يساوي كام سكر؟ 700 جرام سكر. 700 جرام تقريبا. يعني طن البنجر كل 7 طن بنجر بيدوا طن سكر. كل 7 طن بنجر يدوا طن سكر تقريبا. ده المتوسط المصري. ده المتوسط المصري. ده المتوسط المصري. على المقارنه العالميه، لما تقارنه عالميا يعني ينزل تقريبا نص طن او حاجه. يعني بدل ما كل 7 طن بيدوا طن، كل مثلا 6.5 طن او كل 6 طن يدوا طن. يعني انت عايز تقول لي ان البنجر المصري جودته افضل؟ طبعا اتحسن جدا خلال اخر 10 سنين، اتحسن بنسبه عاليه جدا. ده من ناحيه بقى الاصناف والرطب. من ناحيه الاصناف ومن ناحيه الجوده بتاعه. يعني تقصد ان احنا خبرتنا في العشر سنين دي تراكمت جدا جدا. دخول الزراعه الميكانيكيه في مصر عمل نقله وطفره شديده جدا، ان كل حاجه اوتومايزد، كل حاجه مظبوطه بالظبط، كل حاجه البنجر او النبات بياخد كل المحتوى او كل المتطلبات بتاعته من المغذيات، وبالتالي بيدي اعلى عائد سكر. اسالك سؤال ساذج يعني، فضل. ايه الكوز ده؟ ده مش كوز، دي وحده لعمليات خلط دي. العينه دي وحده ده اسمه الكاب، السامبل كاب. ده بياخد العينه ويبدا يعمل لها ميكسنج مع محلول الاستخلاص اللي بناء عليه يستخلص كميه السكر ويقيسه. ده كده كذا واحده؟ طبعا، لان المعمل ما ينفعش، المعمل مرتبط بتشغيل المصنع، فانا ما ينفعش المعمل يوقف المصنع طبعًا. فلازم يبقى الكباستي بتاعته اعلى من المصنع. طب عندي سؤال، فضل. وايه ده الفلتريشن سيستم؟ لان طبعا احنا لازم نقيس سوليوشن او محلول كلير جدا عشان يدخل الجهاز الاوتوماتيك. شفت الباشمهندس بياخد عينه بالظبط، ايه بقى بيعمل ايه؟ طبعا العينه زي ما حضرتك شفت بره، بناخد حوالي 60 كيلو او من 30 ل 60 كيلو على حسب حجم العينة، وبنقطعهم وبنهرسهم وبناخد منهم عينه صغيره. طبعا عجينه. العجينه دي هي بنحط لها مجموعه كيماويات مصرح بيها وموصى بيها طبعا من وزاره الزراعه ومن طبعا مواصفه من المواصفه، وبناء عليه بتبدا هي تستخلص السكر وتحول السكر من العجينه بتاعه البنجر للمحلول.